على البوتي مويس داسيسي امدولو سيرج ليبيي توماس جومو سيدريك ايتو باواك موبيسي ماريوس العميد نيلين سامويل باسامان سولي ايوكي ميلي تيم جاروجي واتشو اماني والتشكيل الرسمي للمنتخب الكاميروني كبدلاء الحارس الاحتياطي يومو كازيمير مباي جونيور داوا جويس كيم نيجاك تعود من جديد ايوك اميلي لم يكن الاداء مميزا للمتماسك وذلك ما نتمناه ثقه كبيره في العناصر تدخل في الكره الاخيره لابعاد الخطوره بن عاشور الذي يحتفظ بمكان حسن نادر هذا محسن ابن الاسر شد كره المنتخب منتخب اولمبي للمستقبل رديف ضغط وتم توظيفه كما يجب في خدمه محسن نادر في الخط الامامي الضغط على حامل الكره تابع هذه المباراه ولو انه دخول مجانا هذا هو المستقبل مستقبل كرة القدم الوطنية بعد خسارة أمام الإمارات في المباراة بالوقت بعض الدقيقة والمنتخب الوطني يقل من المنتخب الوطني الأولمبي في بوتي مويس داسيسي ليبيا توماس عن كرة أمامية اتجاه لاعب نيلاند سامويل الكاميرون ضغط كبير ممارس على دفاع كرة القدم الكاميرونية التي تفتخر كثيرا بالجيل الموهوب الذي توج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية وبعد الجيل ذاته الذي احتكر ألقاب كأس أمم إفريقيا كيف المنتخب الذي يضرب له ألف حساب ولو أن إشارات العودة بدت جلية في آخر اختبار ودي التغييرات التي قد تؤثر على المباراة وعلى إيقاع هذه المباراة مشات كرة كاميرونية تلعبات منطقة نادي ليرس بالدوري البلجيكي لكرة القدم نجيب كوميا مكان تغيير للمنتخب الوطني أشرف داري مدافع من الطرف الايمن نبيل شعدي في محاوله للمراوغه اشرف حكيمي اصابه كارتا جوليان Well, that's a team that is being put. We are seeing a number of players that played in the Kosovo tournament. That was not going according to plan. South Africa very shell shocked by the opening goal and coming to this match. Menra Luko from Mauritius will guide these youngsters throughout. To go up. South Africa putting the pressure. A bullet with Ngobo. That was a lovely play by Pule. Well, he's known as Shuffle. Try to from the Cameroonians. Libya Thomas. Thomas is climbing all over Ngobo. They'll recycle.